الو، اي محسن خير؟ ليلي بنتي جرالها حاجه؟ يو انت يا محسن بقى ما تعصبنيش، انا ابتديت اتوتر. في حاجة كده عايز أقولها لك بصراحة. ما تقول يو يا محسن انت بقى. بصي، أنا انت ايه؟ مش قادر أبطل تفكير فيك. مش كده بس، أنا حاسس إن أنت شداني، حاسس إني بحبك. فاكرة مش كده؟ ازيك؟ الحمد لله. بص بقى، بعد الكلام اللي انت قلته لي فكرت كتير قوي، وقلت مفيش داعي ابدا ان انا اروح له او حتى يبقى بيني وبينه اتصال، بس لقيت نفسي جايه عشان عايزه اتكلم معاك. اتفضلي. انت غالي عليا قوي، ما تعرفش قد ايه، بس بعد المكالمة الأخرانية اللي بيني وبينك قلت لأ، لازم أديله فرصة وأقعد معاه وأتكلم، ولازم تفهمني كويس أوي في اللي هقوله لك. هو ده اللي خلاني قلت اللي أنا قلته، اللي هو إنك دايما بتفكري، دايما بتوزني الأمور، إنك مستحيل تاخدي أي قرار وأنت متعصبة، عشان ده ما يأثرش على كل اللي حواليك وخاصة الناس اللي بتحبك. والأهم بقى إن أنا اكتشفت فعلا أنا كنت بقرب ليلي عشانك. آه والله كنت بقرب لها عشانك، تخيلي. هي كانت صح، ليلي كان عندها حق. أنا كنت فاكر إن أنا هاخد نسخة منك، واحدة بتحب الحياة عايزة تعيش مطمنة فتطمن الناس اللي معاها. الظاهر ان انا غلطانة اني جيت. محدش فينا بيختار مشاعره ولا يقدر يتحكم فيها ولا يغصب قلبه انه يحب ويكره، فاهميني شوية؟ عشان خاطر يا محسن انت اللي لازم تفهم وتقدر موقفي. انت عارف الفرق بيني وبينك قد ايه؟ مش مهم السن، صدقني لازم تراجع نفسك، لازم ترجع لليلي، لازم. لا انا مش هرجع لليلي. يعني ايه؟ يعني انا بحبك. مش عيب. ايه في ايه؟ مالكم؟ اتحضيتوا كده ليه؟ هو انتوا فاكرين ان انا ممكن اتضايق من حاجه زي كده؟ بالعكس، اصل محسن قال لي قبل كده ان الحب ده مش بالعافيه، وان المشاعر دي مش سهل ان البني ادم يتحكم فيها على مزاجه. بس بصراحه يا زين ما اخترت. اه والله العظيم. وانتي كمان، اصل محسن ده بني ادم طيب طيابه مش طبيعيه، عمرك ما هتلاقي في الدنيا دي كلها اطيب منه. حقيقي انا هبقى مبسوطه قوي بالارتباط ده، بس ارجوكي ما تكسريش قلبه، اصل محسن ممكن يتعب قوي لو انتي عملتي كده. وعشان تتاكدوا ان انا مش هتضايق، انا هثبت لكم دلوقتي بنفسي. ليلي يا جماعه، ليلي يا جماعه، ليلي زينة اجمعي لي كل الموظفين بسرعه. يا بنتي حرام عليك، كل الموظفين الشركه يجيبوا لي. ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ جميل. اهلا يا نهى، ازيك؟ منوره والله يا زينه. يا جماعه انا جمعاكم كلكم النهارده عشان عندي خبر سعيد جدا ليكم كلكم. استاذ محسن كفايه ناويين ان شاء الله النهارده